يكون التخبيب. عايزين نعرف مع حضرتك برضو رأيك ايه في المشروع ده من ناحية المميزات ومن ناحية العيوب، ونعرف برضو يعني مشروع القانون بالتفصيل بيتكلم عن ايه بالظبط. اولا انا بشكركم بإلقاء الضوء على هذا القانون، وكنت اتمنى ان يكون هناك تركيز في وسائل الاعلام كما فعلتم انتم، وكنت اتمنى ايضا ان يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا القانون، لان هذا القانون هو عصب الحياه الاسريه في المجتمع المصري، وقوامه العلاقه ما بين الرجل والمراه، وقوامه الاسره في بشكل عام. مظبوط. الاول قانون التخبيب، وهو لفظ غريب غير دارج غير معروف للعامه، بل غير معروف للمثقفين ابتداء يعني. الخب هو يعني الافساد، وهو افساد العلاقه ما بين طرفين، منها صور كانت قديمه ومنها صور حديثه. صور قديمه كافساد علاقه العبد بسيده، وهي علاقه وهي صوره غير موجوده الان. وافساد العلاقه بين رجل وامراه، بين صديق وصديق، بين زوج وزوجه، وهو منهي عنه شرعا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم، وأن الفاجر خب لئيم. وشر أنواع هذا الخب إفساد المرأة الصالحة على زوجها بقصد التفريق بينهم. ومن صور هذا التفريق تدخل الأم وخبها لابنتها، أو الأخت لأختها، أو الوالد لولده، بأن يدفعه إلى طلاق زوجته بدون مسوغ شرعي أو داعي شرعي. ومن هذه الصور أيضا تعرف الرجل على امرأة أخرى متزوجة ليطلقها من زوجها وإفساد حياتها الزوجية. وأيضا في المقابل تعرف امرأة على رجل بقصد إفساد علاقته بزوجته وطلاقها، بصرف النظر عما إذا كانت ستتزوجه بعد ذلك أم لا تتزوجه. وأيضا من هذه الصور الفجة، والتي دعني أقولها أمامك الآن وأمام المشاهدين، أن بعض وسائل الإعلام مارست بعض أنواع هذه التخبيب، هذا التخبيب، بأنها حاولت إفساد علاقة المرأة بزوجها وإخراجها من ولاية زوجها. ولن أشير إلى هذه البرامج، لأنها يكفيها ما تأتيها من نقد من المجتمع والأسرة المصرية. الأمر الثاني، وهو موضوعك أنت ومشروعك أنت الذي تطرحه للمناقشة، وهو مشروع القانون بوجود عقوبة للتخبيب. أولا، قبل أن نتكلم في حديث العقوبة القانونية، فسواء كانت عقوبة جنائية أو عقوبة مدنية، أنا أتكلم هناك عقوبة للتخبيب شرعا، منها أن يرد الرجل الذي خبب المرأة إلى زوجها ويتوب. وبعض العلماء أقالوا بأنه يستحق الحبس، وهناك عقوبات شرعية للمرأة المخببة والرجل المخبب باعتبارهما آثمين، باعتبار الرجل آثم وباعتبار المرأة آثمة. يعني يا فندم، طيب، أنا أفهم من كلام حضرتك أن مشروع القانون ده لازم هيتم الاستعانة بدار الإفتاء المصرية طبعا لأنها هي مسألة شرعية لابد أن يعود إليها إلى أهل الخبرة وأهل العلم. مظبوط. الأمر الثاني، طيب، إحنا إيه جدوى هذا القانون؟ وهل مصر التي سبقت الجميع في تشريع القوانين، بل أن مصر هي التي وضعت الدساتير والقوانين لكثير من الدول العربية والإفريقية، هل مصر تسير في هذا الركب؟ الآن جاء الوقت متأخرا جدا. لماذا؟ لأننا سبقتنا إليها كما أتابع حضرتك في السعودية والكويت والأردن سبقونا في هذا الأمر، ولكن اختلف التشريع في السعودية والكويت عن الأردن في أمرين. الأمر الأول، أن السعودية جعلت إثبات هذا التخبيب بكافة طرق الإثبات، زي ما حضرتك بتقول الآن، هل الرسائل اللي موجودة مثلا على الواتس عن كذا وكذا وكذا، فالتخبيب هو أفعال مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات، ومنها أقوال الشهود ومنها القرائن.
ومنها الأدلة والدلائل. أما الكويت فقالت لا يجوز زواجه من المرأة التي خبب بها إلا بعد عودتها لزوجها فيطلقها أو يموت عنها. يعني الشخص اللي خبب بزوجة بين علاقة ما بين زوج وزوجته ودفعها للطلاق لا يجوز أن يتزوج بها، ترجع إلى زوجها فيطلقها أو يموت عليها، ثم له بعد ذلك ما يكون. أما الأردن فهي سبقتنا مسافات طويلة بأنها قررت عقوبة الحبس في حالة ثبوت التخفيف. وأنا أقول لك من خلال ممارستي ومن خلال كتاباتي التي صدرت لي من أكثر من 32 كتاب، تكلمت عن هذه العلاقات والفساد والإفساد الذي يتم من المرأة للرجل أو من الرجل للمرأة، أن العلاقات الإنسانية تفسد خاصة الزيجات بتدخل الآخرين فيها ولغايات وأسباب تكون كامنة في الوجدان وفي النفس وفي الأمراض النفسية التي تسيطر على هذه على هؤلاء الأشخاص المخببين. رأيت أن المرأة يمكن أن تعود لزوجها بعد خلف أو خلاف بسيط ثم يتدخل أخوها أو أختها أو أمها أو أبيها فيفسد هذه العلاقة ويكون من يبني هذا الأثر هو الزوجة. طيب وكذلك الأخ الذي يقال كما نقول في الكلام الدارج أنه ابن أمه. مظبوط، دي كلمة فعلا درجة وإحنا بنسمعها. بس ست مستشارة أنا عايز أسأل حضرتك في حاجة، واضح أن حضرتك زي ما حضرتك قلت ان في كتابات حضرتك او في الكتب اللي حضرتك تم اصدارها حضرتك اصلا ناقشت الموضوع ده اكتر من مره. من واقع خبره حضرتك، هل شايف ان القانون ده هينفع يتم تطبيقه في مصر؟ نحن بنحاول نساير التطور وبنحاول ان نعالج الاخطاء الموجوده والامراض المزمنه في المجتمع المصري. بالظبط. دخولا في الجمهوريه الجديده. حقيقي. ان شاء الله. لابد ان على ان تكون تلك القوانين او ذلك العلاج متوافق مع الشرع ولا يخرج عنه ولا يشذ عنه. بالظبط، عشان كده سالت حضرتك هنستعين بدار الافتاء في قانون زي ده ولا لا؟ هذا كلام صحيح وكلام منطقي لانهم هم اهل الخبره واهل المعرفه فلا بد من الرجوع اليهم في هذا الامر. الأمر اللي أنا عايز أطرحه لحضرتك وأنا أقوله وأناشد من خلال برنامجكم أن يكون هناك عقوبة جنائية ولا فقط ليس فقط عقوبة مدنية. عقوبة مدنية كما قلت سيادتك أن الزوجة المخبب بها أو الزوج المخبب به له أن يقيم بكافة دور الإثبات كدعوى مدنية لتعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الأمر. ومنها شهادة الشهود ومنها المراسلات ومنها المكالمات ومنها ما يستجد من أدلة الثبوت المادية التي يمكن الالتكام إليها. تمام. أقول لك لابد أنه إذا كان هناك عقوبة جنائية واحدة وتم تطبيقها فسوف يكون ذلك رادع إعذارا لكل من يحاول طبعا أن يتدخل فيفسد العلاقة الزوجية رادع ويهدم الأسرة المصرية. حلو. لأني وجدت أن 90% ويزيد من حالات الزواج في العام الأول من الزواج تنتهي إلى حكم الطلاق بسبب تدخل الغير في العلاقة ما بين الرجل وزوجته. حلو جدا. هقف مع حضرتك بقى في حتة في النص. احنا النهاردة ممكن نكون نشوف ان الموضوع ده كده هيصبح او هيكون سلاح ذو حدين شوية. منين هيتم الاخذ بالاعتبار ان دي نصيحة او مساعدة، ومنين هنقدر نفرق ان ده تخبيب؟ الو. الامر هنا مرهون بامرين. الامر الاول هو إشاعة الثقافة في المجتمع وما بين الزوج والزوجة. ابتداء لابد أن يكون هناك دورات توعية للمقبلين على الزواج ودورات توعية للمتزوجين سواء من فترات بعيدة أو فترات قريبة.
الامر الثاني، لابد مع كثرة الوعي النفسي والثقافي لدى الشخص المتلقي عملية التخبيب يتضح له ما يميز هذا إن كان تخبيبا أو نصيحة. النصيحة عندما أنصح أنصح ولا أفسد، لكن الإفساد والتخبيب هو أفسد ولا أنصح. يعني من عبارات يعني من عبارات التدخل. عبارات التدخل يعني الجمل، يعني نقدر نقول إن هما يعني خير الكلام المتقال في النص ان هو مش لا دي ما تنفعكش، لا 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 ده ما بقاش نافع، لا انا وجهة نظري ان انا شايف انك ممكن تعمل كذا وكذا مثلا. حضرتك بتقول العبارات بشكل يسير وسهل يسمعه ويفهمه المشاهد. بالظبط، ربما وده انا قصدي، وربما انا اتي بالفاظ يعني مركبه بعض قليلا. لا يا فندم احنا فاهمين طبعا حضرتك ولكن أنا وحضرتك بنتضامن. بمعنى إيه؟ عندما تكون النصيحة في مفردات كلام يقال منها ويقصد منها أنه لابد أنه من الاحتمال وأنه من التغافل ومنه من كذا، وإذا كان هو كذا فلابد أن تكوني كذا، فهذا هو في إطار النصيحة. أما إذا كان لا ينفعك وسيأتيك غيره وأحسن منه وأنه لا يصلح لك وأنك لا تصلحين له وأن هذا الكلام، ما هي مفردات واضحة، وضوح الشمس لا لبس فيها ولا غموض. لكن أحيانا يكون تأثير الغير على الشخص أكثر من تأثير الشخص على الغير، والذن على الودان أقوى من السحر. ده حقيقي، وخاصة مع علاقات اجتماعية متشابكة لا انفصال ما فيها، فتؤدي إلى هذه النتائج التي استوجبت أن يتم التقدم بمشروع هذا الطريق. سيادة المستشار.